السلام عليكم أصدقائي. اليوم حبيت أوضح لكم طريقة عملية وبسيطة كيف تعبي غاز الفريون R22 إلى السبلت، أو كيف تشحن القطعة الخارجية للسبلت بالغاز R22. إحنا إذا أريد أعرف شنو إيش قد الكمية اللي أو كم الكمية اللي أخليها بداخل هذه القطعة الخارجية من الغاز، فلما أجيش هنا باللاستيل الشركة وضعت لي إنه لازم أخلي 1000 هذا R22 1700 غرام. لما تقرأ هذا R22 هنا منطيك 1700 غرام، هو كمية وزن الغاز المعطاة علما للقطعة الخارجية في السبلت. قبل لا أشحن القطعة الخارجية أحب أوضح لكم بعض النقاط المهمة. إذا ردت تفتح القطعة الخارجية، أول ما تجي تشيك القطعة الخارجية من هنا بعد ما يشتغل الكمبريسر، إذا كان بها نسبة غاز من الشحن ولو بسيطة وكان عندك مسرب الباقي، فما عليك شو تسوي انه تحصر الشحنة بداخل القطعة الخارجية، بعدين تفتح البواري هذني او الانابيب، عفوا الانابيب، عندك انبوب الدفع وانبوب السحب، هذني تفتحن تشيكن من الداخل اللي قرب القطعة الداخلية، بعدين تشيكن من الخارج وتربطن بصورة صحيحة، وتشيكن برغوة تسوي لك سفنجة وزاهي وتفحصهن، بعدين تفتح الغاز وتنفس منه من انبوب السحب حتى يطلع الهواء خارج القطعة او الخارجية من هنا وخارج الانابيب الموجودة. اكو بعض الفنيين اذا ما بي غاز، يعني الغاز هنا عندك غاز الفريون بهذه القطعة الخارجية يقرا صفر، اكو بعض الفنيين شي يسوي لما يجي يريد يشتغل يفتحن للأنابيب يشوف التسرب وين، يا أما كان من القطعة الداخلية أو من القطعة الخارجية، يربطهن بصورة صحيحة وبعدين يضغطهن 250 بالفاكيوم، يضغطهن 250 ضغط بSI حتى يكتشف وين مكان الليك وين موجود ويصلحه، وبعدين يعمل فاكيوم سحب وليس دفع حتى يسحب الهواء الداخل موجود داخل الانابيب، وبعدها يضغط الغاز بصورة صحيحة حسب ما منطيتك الشركة. جيد منطيتنا سانة هذا نوعية الحافظ 2 طن، انا منطيتنا هنا 1700 غرام. اكو ناس اذا وبعض الفنيين اكو بيهم اذا هذا القطعة الخارجية مثلا او السبلت مشتغل اكثر من 3 سنوات الى 5 سنوات ينطي عمر السلعة يسموه، يعني ينقص 200 غرام من الغاز اللي ضغط القطعة الخارجية. شلون؟ مثلا اذا انا عندي هسه 1700 غرام راح يخلي لي 1500 غرام اذا كان مشتغل من 3 سنوات الى 4 سنوات، يعني لان هذا الكمبريسر حتى يضغط بصورة صحيحة. اما انا عندي هذا 2 طن نوعية الحافظ هذا مشتغل صيف واحد فما يعتبر قديم، فاضغط له كمية كبيرة، يعني مثل ما موجود هنا كمية كاملة 1700 غرام. اذا اردت تشتغل اول ما تلبس جفوف هاي للسلامة، بعدها تجيب قيت شحن، هذا قيت شحن يضغط واطي الضغط عالي، وتجيب مثلا كندك، هذا الكندك مثلا بلايز درنفيس، مثل ذني بلايز درنفيس حتى نشتغل بيها، وتجيب نوعية غاز أصلية. أنا صراحة لقيت 3 كيلو ولكن نوعية بلجيكي، جبت من هاي النوعية الأمريكي الكيلو واحد، هذه نوعية جدا ممتازة للسبلت، جدا ممتازة. اشتريت من محلات السنك تقريبا 15,000 دينار الكيلو الواحد، هذا 1000 غرام امريكي اصلي
جبت اثنين كل واحدة وزن كيلو، صار عندي كيلو يعني احنا 2000 غرام. حتى انتم عملية الشحن بصورة صحيحة، الشركات اللي تنتج السبليت مثل شركات توسوت والحافظ والميديا وغيرها من الشركات، هذه شركات شلون يتم عملية الشحن للقطع الخارجية؟ يتم عن طريق وضع قطعة الغاز هذه على ميزان رقمي، وبعد ما ينفسه من الهواء، ينفسه من الهواء راح يضغط 1700 غرام، لأن يقرأ عنده بالميزان الرقمي. أنا ما عندي ميزان، فاعتمد علي من اعتمد على هذا الجيج مات الشحن. هذا الجيج بيه واطي، هذا واطئ، وهذا جيج عالي، وهذا عند هنا هذه فضلة الصفرة اللي هي شغلنا كله بيه يصير مع الشباب. فاحنا نجي بداية نفتح هذه البراغي من هنا. هذا هسه انا عندي طافي، هاي القطعة الخارجية طافي، هذا مثل ما تشوفون سنفتح عندي. اجي هنا هذا البلف الموجود بنبوب السحب، افتحه، هذا افتحه هيجي بالكندك، راح يكون شغلنا عن طريق هذا البلف. هذا عفوا، هذا البلف راح يكون شغلنا بيه اخوان. راح اشغل السبلت، وبعد ما يشتغل الكمبريسر تربط هذه، تربط هذه عندك الفضلة وين تربطها؟ هنا بالبلف، وهذه الصوند الزرقة تربطها وين؟ بنبوبة الغاز. ولما تريد تضغط بعد ما يشتغل الكمبريسر تفتح الغاز على شكل جرعات، يعني كل 5 ثواني تقفل، كل ما تطي شوية قفلة تنتظر 5 ثواني حتى ياخذ استقرار الكمبريسر ويضغط بصورة صحيحة. ماشي، راح اكمل لكم الشرح، ابقوا وياي يعني.